بالبالين وبالابين وغتسمعوا على ودنيكم. راه درتي ابيل فيديو مع السيده وضحات لك الحقيقه خويا يونس. في اوروبا السيده في فرنسا هضرتي معاها وضحات لك قالت لك يعني تي عرفتيها وتيقتيها وشحال من حاجه. قلت انه انا اعتزلت ولحيت انا ماشي فنان وماشي شي حاجه صح اعتزلت حيت انا كنت كنقدم للمغاربه غير التفاهه. باش انت تقول انا عارف مزيان اش كنقول باش نكونوا واضحين. انا وجهت باش نطلع معاك انت باش نبين الحقيقه للمغاربه معاك انت حيت انت صوتي غتوصلوا للمغاربه كاملين اليوم في هذا اللايف وفي اول ظهور انت فين خبرتي من بعد 10 ديال الاشهر ما بنتش باش نكون هاد 10 شهور فين كنتي شد فين كنتي 10 شهور. انا ما نقولش انه انا اعتزلت ولحيت انا ماشي فنان وماشي شي حاجه صح اعتزلت حيت انا كنت كنقدم للمغاربه غير التفاهه باش نكونوا واضحين متفق معايا ولا لا. انا كنت كنقدم للمغاربه غير التفاهه. الناس اللي عرفت وبنت معاهم تافهين وتفهوني معاهم باش انت ندمتي على الفيديو وتقبوني معاهم باش نكونوا واضحين. كيفاش متقوبين؟ متقوبين زعما كيبانوا بواحد الصوره خايبه وبينوني انا معاهم بواحد الصوره خايبه. واش انت بقى فيك الحال حيت بنتي بدوك الفيديوهات شد نشوف اللايف واش بقى فيك الحال؟ ما بقاش وي ندمت بقى فيا الحال وندمت. ندمتي؟ ندمت. مشاهدين موقع معكم السلام عليكم ورحمه الله. كنت فات الفوت تعالى وبركاته في هذا البث المباشر. فات الفوت خسرت خدمتي مع مثير للجدل والجزمه وخسرت وجهي قدام الناس. اليوم بغا يخرج بواحد التصريح انت طلبتي من الاداره ديالنا باش تخرج معنا في المباشر. اي حيت القناه ديالكم قناه مرحبا قناه مرحبا معاكم. اشني يعني المشكل اشني المشكله اللي عندك؟ لا صوت له. اشني المشكله اللي عندك ولد نجمه؟ واليوم بغيت نفسر على كمال كوزان نصاب واليوم بالحقيقه بالحقيقه وبالادله اليوم راه بالادله اخويا يونس. بلاتي باش نوضحوا للناس الدليل والدليل المغاربه غيسمعوا المغاربه غيسمعوا الادله. شنو هي الادله؟ اش دابا هاد اللايفات والفيديوهات اللي كيطلعوا بهم ما كاين كيطلعوا ويغوتوا بلا ادله بوالو. انا راه بالدليل غنهضر اليوم. واخا واخا اجي نهضر معاك اجي هنا. نهضر بالدليل وبالابيل وغتسمعوا على ودنيكم. راه درتي ابيل فيديو مع السيده وضحات لك الحقيقه اخويا يونس. في اوروبا السيده في فرنسا هضرتي معاها وضحات لك قالت لك يعني تي عرفتيها وتيقتيها وشحال من حاجه. واخا بالنسبه لي اشنو العلاقه عندك مع السيده اللي هي في اوروبا؟ صديقه ديالي قاوريه. نقول عليها قاوريه بدون ما نسميها حيتاش انسانه متقفه انسانه كبيره فلاج متقفه فلاج ديالها في العقليه ديالها تقدر تشري كمال كوزان وتشري الدار ديال كمال كوزان وتشري الدرب اللي كيسكن فيه كمال كوزان. ولكن ما غاديش نقدر ما غاديش نشوفوا بلي كنتي انت صديق ديال كمال كوزان. انا كنت صديق ديال كمال كوزان ولكن كما كنقولوا هو راه ما غايقولش لك كان صديق ديالي. راه هذاك المدعو بسله دار فيه قال لك انا ما كانش صاحبي عرفته غير شهرين صورت معاه كان غير كيفيكتيمي بيه وطلع بيه الباج ديالو. الهضره اللي تيقول بسله غير باش نكونوا واضحين الباج ديال كمال كوزان انا اللي طلعت عليه انا اللي طلعت ليه الباج ديالو. الفيديو اللي تشهر عند كمال كوزان في الباج ديالو ديال من ديالي انا ديال جيتوس كاينه ولا ما كايناش؟ واخا بلاتي نقول لك دابا انت اجي وقف هنا وبرد شويه. دابا انت كنتي صديق ديال كمال كوزان بغينا نعرفوا الاتهامات اللي قال بسله عليك. انا ما كيهمني عليا اش من اتهامات قال اتهامات يعني شي حوايج قالهم عليك بسله بحال اش هاد الحوايج يعني باش حتى السيد الاخر نبرؤوه حتى السيد الاخر ما يبقاش باش حتى السيد اللي تهمو بسله قال لك بان خروف ما خروف. لا ما انا ماشي خروف انا راجل اونس مزيان باش تسيت هو انت باش تاك شوف باش حتى تسيت هو قال لك باش تسيت هو ما تجيبش على الناس نظره خايبه باش نوضح بعض الامور. يعني انت راجل اللايفات اللي كنتو كتشوفوا شحال هذه يعني دابا انا من شهر واحد ما بقيت درت حتى شي لايف حتى شي فيديو حتى شي حاجه. اللايفات اللي كنتو كتشوفوا من قبل تفاهه تافهين على قبل الباز صافي هادشي اللي كاين. يعني الاتهامات اللي كانوا تيتوجهوا لكمال كوزان باتجاهك انت ما كاين فيها حتى شي حاجه اتجاه زعما كامل يعني انت يعني بالعلاقه بيني وعلاقه صداقه كيقول لي انت خويا انت غتمشي بعيد انت غادي نتهلا فيك. لا واحد اجي نقول لك دابا انت واحد الانسان قسما بالله العظيم قهوه ما عمره خلصها عليا اخويا يونس. ياك حنا واحد التهمه نتهم بها
ودار عمرني دخلني دخلني انت قلتي باللي ما كايناش باللي انت راجل ومعيط على شوف تافي هو ما تجبش المقطع ما تجبش معيط على منبر اعلامي معيط على منبر اعلامي شوف شوف معيط على ما تجبش المنبر الاعلامي دابا هضر معايا ما تلقيش هضر معايا دابا في الهضره ديالك باش تسيت هو نبرؤوه يتبرأ من الاتهامات ماشي حنا يعني انت كمال لا لا انت قلتي راه نبرؤوا النصاب لا هذيك بوحدها هذيك ديال النصب بوحدها ما تدويش عليها هذيك هذيك انت عندك هذا الدليل حنا تندويو على انت انت راجل اها يعني صافي انت راجل ماشي ماشي واش باش باش انا راجل ونص راجل ونص يعني ما كاين والو في هذيك الهضره اللي صافي نساو ديك الهضره عيط على منبر اعلامي عيط على استاذه كبيره صحافيه كبيره كيبغيوها المغاربه كاملين داخل المغرب وخارج المغرب الجاليه كامله كتبغي هذيك الصحافيه فاطمه الزهراء صحافيه عزيزه علينا عيط ليها قال لي انا غندير لايف مع ولد نجمه راني صيفط نخدم في واحد الريسطو ب 500 درهم هو ما لقى حتى 20 درهم باش باش يشرب قهوه واش كاينه شي ريستورا غتخدمني انا ب 500 درهم واخا قول لي واش انت ندمت على مالي انا عندي انا فيديوهات كنصنع واخا ولد نجمه واش انت ندمت على الفيديوهات اللي كنتي تدير غير باش يدير البوز علاش القضيه ديال علاش انت دخلتي كنت طلعت معاه علاش انت دخلتي سوق علاش انت دخلتي سوق حتى شي هادشي تفاهه انا انا كنت كنفكر واش الناس اللي يهضروا معاك شد ولد نجمه لا الناس ما كيهضروش معايا باش الناس يهضروا بقى بلاصتك بحال الناس اللي يهضروا معاك الناس ينصحوك من هادشي هذا فراي راه كتلاقى مع مثلا تلاقى مع هذا وهذا وهذا يقول لك برافو واو داكشي اللي كنتفرج فيه راه زوين وغتلاقى مع هذا وهذا يقدر يبقى يسب فيك يقول لك واو واللوبيا وهذا وهذا ويلقب والرطب وهذه علاش اخويا نبقى انا علاش انا غادي علاش غنتعرى علاش انا غادي نبقى ندير ولكن انت ماشي لوبيا لا انت راجل قسما بالله انا بعيد بعيد كل شيء باش الناس يعرفوك باش الناس يعرفوك واحد التصاور كيتبارطاجاو دابا واحد خوتنا كيبارطاجيو واحد التصاور وفيديو احنا جايين لديك القضيه كبيره هي اللي جاي عليها اليوم هذاك هو الدليل ديال مع القاوريه مع السيده اللي في فرنسا اللي غادي اليوم غنفرقع هذا الرمان اخويا يونس مال هاد السيده شو قالت هاد السيده غنهضروا معاها ابيل دابا على المباشر المغاربه كامل غيسمعوا صوتها هي اللي شتي هذوك اللي كيبانوا دابا في فيديوهات كيهضروا على كيهضروا على الشينوي كيهضروا على كمال كوزان هاد الشيء اللي غنهضر عليه انا ما هضروش عليه هما حيتاش غنفضح غنفضح واحد القضيه اللي انا شحال هادي وباغي نفضحها واش السيده قالت لي شحال هادي فرقع الرمان 10 شهور وانت انا قلت ما بقيتش باغي نبان واختاريت انه نبان مع القناه ديالكم مرحبا ومعك انت ما نبانش مع شي منبر اعلامي اخر ما غنبانش مع شي شوف شوف الله يخليك دابا انت خلي المنابر ابار هاد السيده هادي كيفاش بغيتي هي تعطار وناصب على السيده ردها لها اكثر من 6 ديال المليون راه اقسم بجلاله الرحمن اقسم بالمصحف الكريم تناصب على السيده دالها اكثر من 6 ديال المليون عرفتي فلوس اش هذوك اللي دا فلوس دوك الناس مساكن اللي مضرين في الزلزال اللي مضرين في ديك البؤره ديال الزلزال شتي انت مشيتي للبلاصه ديال الزلزال فين واقع فين ماتوا الناس وفين طاحوا الديور وفين وقعت ديك الكارثه حتى هي كانت غتطلع تما قسما بالله وتخسر 3 ديال المليون 4 ديال المليون على دوك الساكنين وتعمر كاميو شي كاميو وتساهم مع الناس عطيهم الفلوس كلاهم كمال كوزان ياك اه اقسم بالله تتحمل مسؤوليه الهضره كنت واش انا غندوز لك الدليل واش رادو عندك الدليل عندي الدليل عندي الدليل غنهضروا مع السيده حنا مازال غنهضروا مع السيده على المباشر غير باش نوضحوا نعاودوا القصه من الاول عاد ندوزوا نهضروا على نهضروا مع السيده باش ما نديرونجيوهاش كاينه في الخدمه ديالها دابا واخا دابا نهضروا السيده دابا انت غبرتي 10 شهور واش اعتزلتي واش انا كريزي واش انا طوطا باش نعتزل كنتي تدير اعتزلت ما شنو على شنو كنت كندير انا كنتي تدير واحد المحتوى تخرج مع تخرج تضحك الناس تدير الرجاء تدير الوداد لا لا صح صح شوف 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 اه كمال كوزان اللي خرج عليا غنقول الوداديين والرجاويين دابا غنقول الجمهور الالتراد ديال الرجاء والالتراد ديال الوداد كمال كوزان هو اللي بيعني العجل هو اللي قال لي يهضر على الوداد هو اللي ياك هو اللي جابني طلع معايا في اللايف وبدا كيقول لي علق الحسوني كمال كوزان باش نكون واضحين انا راه هو راه كان سبابي في بزاف ديال المشاكل في هذا الموضوع ديال الكره بلاتي اشنو اللي تسبب لك في الكره سبب لي بزاف الحوايج الالاف عندي الباج ديك الساعه طلعات كنلوح فيها فيديوهات الالاف ديال الميساجات كيوصلوني في البريفي كيهددوني بالقتل ياك هادشي اللي خلاك انت جيتي عندي ودير يعني بحال قلتي ماشي مختفي خايف على كنت مع القاوريه ومع هنيت
المشكله انه هو اللي كنبان معاه في الفيديوهات، كنبان معاه هو ياك، كنبان معاه هو. كنت مع القاوريه، جاوا بزاف ديال الجمهور قسما بالله العظيم، جاوا بزاف ديال الجمهور متهجم بحال تقولي بحال شافوني ولد النجمه هذاك الرطبه الوداد، فوت عليك الوداد، فوت عليك الراجل بحال هكا فهمتي. وانا خويا اش بيني وبين شي كوره، انا خويا ما عنديش مع الكوره اصلا والو. يعني شوف برد برد شويه، يعني الطريق اللي غادي فيها انت مزيانه صافي. انا الحمد لله، انا راه نقول لك هذا اول لايف، نقول لك واحد الحاجه، هذا راه اول لايف غنطلع فيه من بعد 10 ديال الاشهر، واخر لايف غنطلع فيه. ما بقيتيش تطلع لانترنت، نكون واضحين، انا جيت نوضح للمغاربه ونمشي بحالي، ما غاديش نطلع حتى شي لايف واحد اخر. واخا اجي ولد نجمان، اجي ولد نجمان، دابا انت اشنو هو الحقوق ديالك؟ حيت انا ما بقيت كندير لا فيديوهات لا والو. والو باش نكونوا واضحين، باش نوضحوا للمغاربه، باش تقولوا انه هذا جاي يدير الباز ولا جاي يدير شي حاجه ولا جاي. انا راه عندي هذا يعني تليفون، هذا راه ما غاديش، هذا راه ما غنصورش به فلوغ، هذا راه ما غنصورش به كوزان، ما غاديش نصور به وندوخ ونبارطاجي. وهذيك الضجه اللي كنتي داير انت في المغرب، كنت داير واحد الضجه هاك، شدوا تقابل مع الكاميرا نشوف، بقى هنا عيط تقابل. هذيك الضجه اللي كنتي انت داير في المغرب، يعني واحد ما كنتش داير شي ضجه، يعني كنت داير واحد الضجه، ولكن كنتي داير ضجه تفاهه، كنت داير ضجه بالتفاهه ياك. اجي حدايا المغاربه كيبارطاجيو التفاهه، واش بغيتي انا نبقى مع دوك المغاربه اللي كيبارطاجيو التفاهه؟ المغاربه تكون معاهم زوين يكونوا معاك زوين، زوين انت مع المغاربه خايب راه اكيد غيكونوا معاك خايب، اكيد غيبارطاجيو داك الشيء الخايب ديالك باش يشوفوه واحد الناس. سلام عليكم. سلام سيدي. واخا سيدي انا اسمحوا لينا واحد الدقيقة. ماشي مشكل، راه تنشوف دابا هنايا، دابا شكون اللي دابا هنايا بان لي عيطوا لي تمشي بعدي، ماشي مشكل، واحد كيعرف على هذا الشيء اللي قال. أنا واقع لي مشاكل. شوف خويا الله يسخر لك الأمور. شكرا للسلطة. هذه قناة معكم أسيدي. معكم. شكرا للسلطة، شكرا. بارك الله عليكم، أجي حدايا. تحية للسلطة. مرحبا سيدي الله يحفظك. واخا واخا بلاتي، دابا انت المشكل ديالك بغيتي تحلو. دابا بغينا ندخلو في الموضوع، بغينا ندخلو في الموضوع ديال القاوريه اللي ناصب عليها كمال كوزان بازيد من 6 المليون. ناصب على السيده تقريبا 6 ديال المليون باش نصونيو على السيده. القاوريه غنهضروا عليها من الاول من طقطقت. السلام عليكم، عندك الوقت ليا ولا ما عندكش؟ عندي الوقت. عندك واحد الانترفيو مهمه من بعد هذا اللايف. بغيتي تتصل بها دابا؟ غنهضروا غير كيفاش هاد القاوريه، كيفاش عرفت هذاك الشيء. هاد القاوريه سيدي كانت عايشه في فرنسا. كيفاش تعرفها كمال كوزان؟ كمال كوزان كان خرج لكم بواحد اللايف، دار راسه مسحور ودار راسه مريض، كاين هادشي ولا ما كاينش؟ دار راسه مريض ومسحور. المغاربة استحمر الشعب المغربي، نصب على المغاربة، علم الله شحال من واحد نصيفط ليه الفلوس من الجالية وداكشي. هاد السيدة مسكينة هو والمناجر دي كان زعما عنده كمال، المناجر تواصلات مع الباج ديالو وصيفط لها قال لها انا بصح راه مريض ومسحور وفيه سحور، صيفطات ليه ما يقارب 4000 درهم قسما بالله، وهي غتقولها هي في اللايف، تقولها في اللايف، صيفطات ليه ما يقارب 4000 درهم، صيفطات ليه ديال الفلوس من الجاليه، بقى بيناتهم تواصل براس السيد ولا كيدير جيتوس ولات كتفرج فيه السيده واخا، وعرفتي علاش كتفرج فيه؟ عرفتي علاش كتشجعو؟ حيتاش كيدير لايف، هذا غيشرب جيطه 20 جيطاس غادي يربح معنا 1000 درهم، هذا غيشرب 30 جيطاس غيربح معنا 1500 درهم، وراه ما كاين لا 1000 درهم لا 1500 درهم، ما كاين حتى شي 1000 درهم. دابا انت قلتي بغيتي تتصل مع كمال كوزان. واخا واخا دابا انت قلتي بغيتي تتصل بالسيده، يلا جيب اتصل بالسيده، اتصل بالسيده يلا بقى بلاصتك. انت قلتي بغيتي تتصل بالسيد لايف ياك؟ لايف اخويا. شحال واحد كيتفرج فينا؟ كيتفرج فينا دابا 200. مرحبا. سي 200000. المهم. مرحبا المغاربة مازال غيتفرجوا في اللايف. تفرجوا فيك عاد 30 واحد، عرف بأن دوك 30 واحد 30 يبغيوني. يبغيو باش نكونوا انا غنتصلوا بالسيدة كمال كوزان كيدير تحديات وكيتفق، انا تفق معايا في تفق معايا في لا شوف شوف. الو السلام عليكم. سلام. وي شوفي انت معنا، قولي هضر معاها. الو السلام عليكم اختي العزيزه. الو السلام عليكم. انت معنا اختي، اختي دابا انت معنا على موقع معكم على المباشر. اه
هاد السيد هضر مع ولد نجمه بغا يخرج واحد التصريح. بلا ما نسميك، بلا ما نسميك، دابا انا كنوضح للمغاربه ان كمال كوزان مدعو كمال كوزان نصب عليك، نصب عليك بفلوس كثيره ودارك طريق. وي كمال كوزان ما بلا ما نسمي الاسم ديالك اختي، لانك انسان عزيزه بزاف وراه ما دوزناش القليل، يعني هذوك الايام اللي دوزنا بيناتنا راه زوينه. كمال كوزان دار راسو مسحور، ملي دار راسو مسحور ومريض صيفطي ليه الفلوس. كاين هذا الشيء ولا ما كاينش؟ كاين. علاش كاين؟ كاين. يعني هذا الشيء شنو كيتسمى؟ كيتسمى هو داير راسو مسحور ومريض وصيفطي ليه الفلوس، اش كيتسمى هذا الشيء؟ صيفطات ليه مسكينه تعاونات معاه حيت تعاطفات معاه، شنو كيتسمى خويا يونس؟ نصب. كيتسمى نصب. سول قول لها شحال ديال شحال صيفطات. واخا اجي حدايا انا بشحال ديال الفلوس؟ وهذاك الشيء ما غاديش نقولوش شحال. انا هادشي هي هادشي باش زوينه باش تعرف انه ما كنتي مسامحالي صافي. انا درت خير وصافي. يعني مسامحالي. واش هو الا كذب كذب على راسو منو سدر هي مسامحالي. مسامحاه ومسامحه ولكن قلبات عليه. بالنسبه للقضيه يقدر يكون ما كذبش، يقدر يكون عاون الناس. واش السيد دار راسو مريض واش مسحوش؟ انا راه بوز هذاك الشيء يا ولي. اسمع قال لك خبر يكون ما كذبش. دار راسو مريض ولا ما دارش راسو مريض هذا حاجه وحده اللي كنعرف. يعني انت انا كنت جيت باش نمشي باش نمشي ندير صدقه لله في سبيل الله نهار ديال الزنزال وضحك عليا ودا لي جمع عليا الفلوس كلهم وداهم وما عمرني ما مشيت باش ندير صدقه للزنزال. سمعتي؟ واخا لالا انت يا درتي واحد الخير ربي غادي يجازيك به، واحد الخير اللي انت ساهمتي في الوطن ديالنا اللي كنتي معنا حنا كاملين ديك الساعه. محسوبه لك الله يتم محسوبه لك، يعني محسوبه لك في الجنه ان شاء الله. وكما قلتي لك كان هو دار احنا ما احنا نقدروا نقولوا ربي اللي تيعلم، يقدر يكون هو دار الخير ولا ربي غادي يجازيه، ما دارش الخير ربي غادي يجازيه، احنا ما نحكموش. يقدر يكون دار الخير، يقدر يكون دار الخير. واش فهمتي؟ لا 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 ماشي هكاك. انا راه كنت جيت، انا راه كنت جيت ما كنعرفوش انا هذا السيد. اها انا جيت انا غير باش جيت انا غير باش نمشي باش يديني. كنت بلاتي استاذه بلا اختي بلا ما نسميك. شوفي راه كمال الاخت اللي معايا اللي كتهضر معاك راه كان كيحسب ليها كمال بوفري، كيحسب ليها كمال لاباس عليه. كتشوفوا في فيديوهات كيقول لك كندير الخير 1000 درهم هذا راه جيطوس اللي شرب جيط. كاينه هذه الهضره ولا ما كايناش اختي؟ كواك لا ولكن راني شفت انا داك الشيء، شفت بعيني وعرفت شافت الحقيقه بعينيها. راه كانت معانا راه كانت. واخا انت اختي دابا قلتي درت لي الله في سبيل الله، يعني تيبقى صافي دار شي حاجه من طال عند الله سبحانه وتعالى ياك اختي؟ لا ما لا انا درت داك الشيء لله في سبيل الله مني ما كنتش، ولكن مني كنت تما في كازا. المشكل سي انا كنت باغيه نمشي باش ندير داك الشيء اللي كان خاص، كانت باغيه تطلع لمراكش ورجعت وهكاك ما وصلتش كيقول لي غدا بغيت غدا نمشي وغدا بغيت غدا نمشي. وهذيك غدا بعد غدا هي كلتيها خرجها رايصه وليت لريال لا جوج. اختي العزيزه هذه القضيه هذه انا بالنسبه لي الاداره اتصلت بيا حيت ولد النجمه اتصل بالاداره وطلب باش يطلع في المباشر، قال لي يعني انت ما عندكش مشكل الصوت ديالك تسمع هنا في المباشر. ما فهمتش مزيان. ما عندكش مشكل ما كتفهمش الصوت ديالك تسمع في المباشر، ما عندكش المشكل باش المغاربه يفهم. لا 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 يتسمع ولا ما يتسمعش انا عندي الدنيا هانيه. واخا لا لا شكرا بزاف وكاع اللي ساهم في الزنزان شكرا. ربي ما يسمحلوش. واخا الغدار والطماع ربي ما يسمحلوش. ما يسمحلوش شكرا. واخا قول له سمحي لينا بزاف. لا باش نوصلوا واحد الميساج اختي اختي. المهم حنا راه كنقولوا الحقيقه ياك ياك اختي. وراه داكشي اللي كاين على ما سميت على ماشي الحقيقه، راه كلشي حقيقه. كلشي حقيقه. وراه انت شفتي بعينك كلشي. انت انا راه شفت كلشي. شفت كلشي بعيني. عيني ما غاديش تكذبني. وراه واخا انا قدام المغاربه. شكرا اختي العزيزه على الاتصال شكرا. واخا شوف انت واحد الانسان تتقول المعقول. معقول هادشي راك انت هادشي قلتي معقول ياك. معقول راه ولكن واحد الحاجه باش نوضحوا عاوتاني انه انا ما كنكذبش باش ما تبانش هادشي مؤامرات وكذا. بلاتي باش نقول لك كايناش مؤامرات. انت قلتي بانك راجل. انا راجل ونص هكاك باش المغاربه يعني باش نوضحوا ان النمره ديال فرنسا ديال فرنسا. يعني انت راجل. يعني كان دار واحد المباشر الدار عندنا يعني بانك انت خروف.
انت راجل؟ انا راجل اونس يعني كمال كوزان يعني مبرأ من ديك زعما. كان درت واحد التصويره حتى في التيك توك ديالك انت بانك نعس. لا باش نوضحوا عاوتاني امور هذيك التصويره باش بنادم ما يبقاش يطلع بها. نقولها على داك نقول لها داك شنو سميتو باكاطا ولا كاطا كاراطا ولا شكون اللي لاح هذاك لاح واحد الفيديو كيقول هدد في كيهدد فيه المدعو كمال كوزان. داكشي بيناتهم تهديد بيناتهم يعني داكشي لاح فيديو تصاور هذاك عاكتو نتوما عاديين داك الفيديو هذيك كنا مع القاورية. فلا انا كنت مع القاورية جلست معاه ما يقارب 15 يوم. زين دابا انت شوف دابا شوف باش حتى المشاهدين ما احنا راه ماشي الحقيقة يعني يعني هضر وقيف يعني ما نتهموش واحد السيد اللي نقولوا هو واحد التصويرة ديالك بانه تياكل وتخرب وانت انت راجل انت. هذيك كنا في لابيسين ديال الغيزيدونس تما مع السيدة جينا بالفوطة جالسين كنضحكوا هي صور هي اللي صوراتنا كنضحكوا يعني صور شادة باغا تشد يعني ما كاين والو عادي ما كاين حتى شي يعني حاجة. راجل جالس مع راجل يعني راجل يعني كمال كوزان تيتبرع من ديك. شوف حنا المصداقية الله يجازيكم بالخير ما تنبغوش نظلموا شي واحد ولا جيت تندير شي مباشر تنديرو باسم الإدارة ديالي والطلب ديالك أنت اللي طلبتي. هاد السيد هذا تيبرع كمال كوزان كمال كوزان تيبرعوا بانه كان هو واحد الصوره اللي كانت دارت في الانترنت بان كمال وكذا يعني تيبرع كمال كوزان. واخا كمال كوزان دمر لي حياتي خرج عليا شتتني القلب راه اقسم بالله شتتني بوجه مكشوف يعني انا كنت كنبان بوحدي يعني ما كملش معاك ماشي ما كملش لو كان كمل معاك شوف ملي فضحته وغنقولها ملي فضحته مع القاورية فضحته معاها تما فين تخاسم معايا. علاش؟ حيت فضحته. دابا اللي كيجي يقول الحق يتسمى ما مزيانش. هادشي اللي بغينا نعرفو واش اللي كيجي يبغي يقول الحق. انا فضحتك قدام السيده اللي كنتي كتنصب عليها وديتي لها البريكات بغيتي انا نبقى كنتفرج. وهاد السيده شكون اللي عرفها الاول انت ولا؟ هو اللي عرفها. هو اللي عرفها جابها لي انا واحد فان ديالك قال لي فان ديالك جات على قبلك بحال هكا نقول لك دابا قالت لي جات مع جاب عندي حتى المحمديه. ملي جاب عندي المحمديه تغداتني القهوه داتني لواحد الريستو تغدينا فيها. نقول اش نقول لك راه تهلات فيا ديال بصح. مشيت هي يعني دخلت لها الخاطر خدات النمره ديالي ديك الساعه وعيطات لي قالت لي واش انا غادي نكري بوحدي. قالت لي انا جالسه دابا في الدار ديال كمال كوزان. جالسه في الدار ديال كمال كوزان يعني ماشي مع مرتو مع مرتو وولادو عنده ولادو ومرتو جالسه معاهم في الدار ديال كمال كوزان وكياكلوا فيها كينصبوا عليها. واخا ولدي بدات بنتو كتبكي على التلفازه. ولدي بنتي خسرات لي التلفازه خسرات التلفازه بنتي كتبكي. دار موروكومول شرا لها التلفازه شرات لي التلفازه ب 4000 درهم قسما بالله. راه هي قالت لي هذا الشيء راه بغيت تكون دابا نقول لك تقولها شرات لي التلفازه ب 4000 درهم والغد كيخرج الريستو. السيده جايه من فرنسا هي بنت الشعب لاباس عليها عندها مال الدنيا في فرنسا ولكن جايه هنا باش تعيش داكشي اللي كيعيشوا المغاربه ولاد الشعب. واخا ولد النجمه المحل ديال الشفنج انت قلت شي سناك انتي قلت واحد الهضره ولد النجمه قلتي بانني انا هاد الطريق بغيت نبعد منها واخر فيديو غتسمعوا هو هذا. اخر فيديو هو هذا اخر لايف هذا ماشي تفاهه ماشي نقول تفاهه اخر. تقدر تشوفني علاش لا تقدر تشوفني مع شي فنان كبير كنغني معاه انا كنغني تقدر تشوفني شي محتوى زوين الله يسهل على كل واحد ولكن ما عمرك تشوفني شي فيديو ديال التفاهه ولا شي عييت بزاف ونتمنى لك حيت داك السيد قلبك عامر طلع بيا فيديوهات. هو انا نوضح واحد الامر واخا داك السيد كان كيبروفيتي فيا جاب لي واحد غنسميه جاب لي واحد معروف واحد الممثل ممثل كان بان صغير كانوا المغاربه كاملين كيعرفوه بالمقطوع من الشجره. واخا كاين ولا ما كايناش عبد ياسين صواب المقطوع من الشجره خو هذاك عبد السلام صواب اللي كيقول لك كيدير الخير حتى هو راه طاح ليه التفاعل ولا راه كل كاملين عارفينه من الصابة هذاك غنسميه. لا بلا ما تجبد حيت انا بغيت نتابعو انا اللي غنتابعو كون بغيت راه انا غنتابعو وندخلو فين يتربى. ولكن اسمع ياسين صواب جابوا لي كمال صنع لي كمال ديك الساعه درت معاه لايف وطلعته شاف راه المشاهده طالعه عندي انايا والمغاربه بغاوني والمغاربه كيتبارطاجيوني جاب لي قال لي ياسين صواب بغى يصور معاك كيسحب لي انا دابا ياسين صواب كيبان لي كيدير الاوتفيت قال لي غيبغى يدير معاك الاوتفيت
قال لي بغى يصور معاك يسحب لي انا تحب لي السيد غيخلصني على داك الفيديو اللي غنصور معاه فهمتي خلص جايبو صور معايا بديت كنشطح ليه في داك الفيديو راه كان دار بوم معايا سي صواب وصافي ركب السيد في طوموبيلته ومشى ويحصل صورت معاه مع الوحده ديال الليل في شارع غاندي مع الوحده ديال الليل والقر و و واي واحد لاحظك واي واحد كيدوز كيشير بالقراعي ديال الشارع كان كان من الممكن انا يوقع عليا شي حاجه ديك الليله السيد صور ركب طوموبيلته ومشى ما قالت شكرا نتمنى لك الخير بغيت تهضر ها انا معود نسمع عزيز عليك ونجمه ويش عزيز عليه ونجمه شحال في عمرك 17 باقي صغير لا لا كاين لاكار كبير مش خير ماشي قاصر لا لا ماشي قاصر الدراري ان شاء الله في ولاد نجمه مش خاص حقروا عليه وهادي تضحكوا عليه في كومونتيرات شي خايف اللايف والعيب كاين اللعيبه شتي سبحان الله شتي الرجوله والله يش عزيز عليك ضحكني هو مولينكس واخا نتمنى لك الخير معكم واخا نتمنى لك الخير المهم خليني نكمل الله يرحم لك الوالدين نكملوا عيال واخا صافي الكلمه الاخيره كلمه اخيره تيتلاح فيديو ياك نديرو فيديو المغاربه كنتمنى هذا الشيء اللي وصلت يكون وصل لدماغكم ان كمال كوزان نصابوا بالدليل وسمعتوا كل شيء ومازال الحقيقه غتبان الفيديو غيتلاح في القناه وغيبان نتمنى لك الخير مشاهدي الموقع معكم كنتم معنا في هذا البث المباشر والسلام عليكم ورحمة